ممكن الواحد اذا كان يعني تكون بحاله الانصر تبدا من 2 جنيه تمام، يعني يبدا من 2 جنيه يوصل لحد 5 جنيه اللي هي العاديه دي تمام. اما ديت لا بدون اي عيوب طبعا، دي طبعا سعر الاصدار ده لو بقى بتوقيع التوقعات ديت اللي هو برقم مميز اللي هو 0000001 ديت لحد 0000009 تمام، ديت ممكن تعمل مثلا نقول من 150 جنيه ل 300 جنيه، وبرضه من الارقام المميزه اللي هي وحايد اتنينات تلاتات اربعات لحد تسعات، دي برضه نفس الشيء بتساوي برضه 150 لحد 300 جنيه بالنسبه للارقام المميزه. طبعا انتوا عارفين الارقام المميزه في كل العملات الورقيه بتعمل فلوس طبعا زي ما انتوا عارفين تمام. فال10 قروش دي علشان على اساس ما حدش بس يتكلم كتير ويقعد يقول فيها حاجه حكاوي وبتاع، ده بتتباع مش عارف بكام، ده بتتباع بكام، ده مش عارف ايه، ال10 قروش اللي قدامكم اهي توقيع اهي بتاع محي الدين الغريب ديت هي اللي بتعمل المبلغ ده. عمرها ما تزيد يا جماعه، عند لو واحد يعني عايز هواوي بياخدها ب 10 جنيه 15 جنيه بالكتير، لو خدها منك ب 20 30 جنيه، في ناس بتباع ب 30 جنيه على فكره، وناس معانا على الواتس باعوها ب 25 جنيه تمام. ولكن طبعا اللي بوز ما بوزش ورقه، ما بوزش يعني خمسه سته، يعني لو معاك حتى كميه مش هياخدها. يعني اللي بوز مثلا يقول لك انا عايز ورقه، ما هو بكمل اللي عنده، ممكن يكون عنده ورقه او اثنين وعايز واحده وخلاص، يبقوا ثلاثه، ممكن يكون عايز واحد بيلم هاوي بيلم كل عمله نوع واحد وخلاص اصلا. فيعني مش شرط ياخدها منك في الحاله دي، هو محتاجها ياخدها منك لو ب 50 جنيه لان هو عايزها، صح ولا لا؟ انا زيكم بالظبط والله، يعني بالبحث والكلام ده يعني متى تم بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، في اي سنة، واين كان يقيم، عند من كان بيقوم، في دار مين، عند من بدار من، ومتى شرع الاذان، في اي سنة، اي سنة شرع الاذان. أسئلة أتمنى إنكم تجاوبوا عليها، واكتب في التعليقات. ومسابقات بغض النظر عن فلوس أو بغض النظر عن مسابقات أو كلام من ده يا جماعة، إحنا بنقولنا بنذكر ربنا، وإحنا في شهر كريم، وبعد كده يعني بعد رمضان بإذن الله نبقى نرجع تاني نعمل العملات بالتفصيل.